يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاز. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. لو انت متعود من انت من الناس اللي ماسكه الموبايل على طول 24 ساعه، لو انت من الناس اللي بتاخد الموبايل معاك وانت بتسيب الاوضه دي ورايح الاوضه دي، لدرجه ان في ناس دلوقتي بتاخد الموبايل معاها وهي داخله الحمام، لو انت من الناس اللي انت متعودين ان انت بتنام وانت ماسك الموبايل لازم تقعد تتصفح كده وتشوف مواقع التواصل الاجتماعي وتاخد عليهم لفه كده قبل ما تنام، او تصحى من النوم اول حاجه بتعملها بتروح ماسك موبايلك عشان تشوف الرسائل اللي جات لك وتشوف التعليقات اللي جات لك على صورك اللي انت منزلها على السوشيال ميديا، لان الناس بتستنى التعليقات دلوقتي وتشوف جابت كام لايك وجابت كام تعليق. لو انت من الناس دي، لو انت من الناس خلاص اللي بقى الامر بالنسبه لك في تعلق تام بالموبايل، فانت عندك مرض اسمه النوموفوبيا، نو موبايل فوبيا، او رهاب فقد الموبايل او البعد عن الموبايل. لو انت من الناس كمان اللي متعود ان الموبايل لازم يفضل في الشحن 24 ساعه عشان طبعا بطاريته ما تفضاش، لو انت من الناس كمان اللي متعود على انه لازم يكون في انترنت ولو النت فصل بتقلب الدنيا تتصل بالشركه وتحاول تفتح الموبايل داتا وقصه كبيره كده، المهم انت لازم تكون موجود على مواقع التواصل الاجتماعي 24 ساعه، عارف ومتاكد ان الموبايل مهم ومهم لينا كلنا، وتطور في التكنولوجيا مهم، كلنا بنستخدم الموبايل بشكل رسمي كمان، يعني بالنسبه للشغل في ناس لازم بتستخدم الموبايل بشكل رسمي، تبعت ميل للشغل او الى اخره، او ان انت تعمل سيرش بالنسبه لشغلنا طبعا، لكن في نفس الوقت التعلق الزايد بالموبايل ده مرض. الموبايل مهم بس التعلق بيه احيانا بيبقى مرض وبيخسرنا. احكي لنا موقف الموبايل خسرك فيه، ده سؤال حلقتنا الموجود على صفحتنا، ونشوف جمانة الموبايل خسرها ايه. خسرني وقت كتير قوي بصراحة. مش هنتكلم طبعا على أنا عاوز أعرف بس كنت هتعملي إيه في الوقت ده؟ كان ممكن أنام. لا ممكن والله، لا بجد في حاجات على فكرة إن أنت تنام تريح جسمك دي حاجة مهمة، تقعد مع أهلك دي حاجة مهمة طبعا، تقعد مع أصحابك دي حاجة مهمة، تقرأ حاجة دي حاجة، أيا كانت تعمل يعني تعمل مثلا شغل متأخر عليك دي حاجة مهمة، إن أنت في حاجات كتير قوي تتعمل على فكرة مهما بانت إنها بسيطة، بس فكرة التفاعل الشخصي ده يعني مش التفاعل الافتراضي دي مهمة جدا. التليفون خسرنا الاهتمام بالتفاعل الفيزيكال، يعني عارف بقى مش موجود، بقينا كل حاجة على السوشيال ميديا. فكرة ان احنا بقينا حتى من طريقة الكلام، من نبرة الصوت، بقينا كنا بنعرف بعض عاملين ايه، كويسين مش كويسين زعلانين، دلوقتي اصلا ما بقاش فيه الكلام ده، يعني بالإحساس احنا توقعاتنا بقى. انا شايفه على مثلا على واتساب او شايفه لا والله سو بتكلمني بطريقه وحشه او بيكلمني بطريقه وحشه من غير ما نعرف اصلا حسب مودي انا كمان بالظبط، من غير ما نعرف. فاحنا الحته دي فقدناها، فقدنا الحميميه، فقدنا لمه العيله فعلا، فقدنا ان احنا نشوف المجهود اللي ممكن نعمله عشان نسال على حد ونطمن على حد، بقى فعلا موبايل رساله بسيطه جدا وقصيره جدا، مكالمه سريعه جدا، بقينا خلاص الحمد لله كويسين، ما بقاش في فكره المجهود اللي بنبذله عشان نطمن على حد، دي ما بقتش موجوده. ممكن يا شازلي عارف اكتر ناس بحس ان هم اتاثروا من الموضوع ده؟ الناس الكبيره، يمكن احنا جيلنا في النص، يعني عاش شويه من غير الموبايل وعاش شويه خلاص دلوقتي طبعا مكملين بالموبايل، بس في ناس اصلا موبايل بالنسبه لهم مش فاهمين المبدا نفسه بتاع التليفون، اللي هو انتوا بتسالوش عليا ليه، ايه الرساله اللي انتوا بتبعتوها دي، ايه ده، مش مقتنع بده، لان الناس الكبيره مش مستوعباه ومش قادره تفهمه، هم متعودين على اللمه، متعودين على السؤال، متعودين على تليفون البيت، متعودين على حاجات كتير جدا ما بقتش موجوده. فده مثلا من الحاجات اللي التليفون خسرها لنا. كمان التليفون لو هنبص بقى على العلاقات اللي حوالينا، التليفون خسر ناس كتير قوي على فكره البعض. فكرة انه لو هنتكلم مثلا في العلاقات على سبيل المثال، يعني يمكن حد لو مسك تليفون حد وشاف اللي فيه، شاف رسالة، شاف مست كول، شاف كارثة تحصل هنا، كارثة زمان ما كانش فيه الكلام ده. ممكن حاجة على فكرة مش شرط يكون في حاجة غلط، ممكن حاجة تتفهم غلط، ممكن موقف يتفهم غلط. الموبايل بقى بيلعب دور أساسي في العلاقات يا شازل. صحيح طبعا، طبعا انا موافق جدا في الكلام اللي بتقوليه، خصوصا موضوع الرسائل اللي بتبعت على الموبايل للناس الكبيره. يقولك ده بعت لي رساله كده على التليفون، هو مش معترف بالفعل بان في واجب او في سؤال
ممكن حد يطمن عليه من خلال رسالة على التليفون، هو مش معترف بحاجة زي دي، وهو طبعا معاه كل العذر، مش هنتكلم في ده. لكن في النهاية فعلا الموبايل بعدنا عن بعض، ما بقاش فيه تواصل بشكل مباشر، ما بقيناش نبص لبعض حتى واحنا قاعدين مع بعض ماسكين الموبايلات، حتى واحنا بنتكلم. فبالتالي ما بقاش فيه الاهتمام المطلوب، مش هقول الزايد، ما بقاش فيه الاهتمام المطلوب بين افراد الاسره. يعني مثلا حد بيحكي لي موقف واحنا قاعدين في تجمع عائلي، انا بسمعه وانا ماسك الموبايل، تمام، وعملت ايه، تمام، ده ما هوش اهتمام، ده انا برد عليه فقط عشان ابقى اسمي رديت عليه. ساعات بنبقى قاعدين في نفس القعده وبنبعت لبعض على التليفون. صحيح. ده غير بقى كمان بجد والله يمكن السوشيال ميديا كمان، احنا بنتكلم عن موبايل، يعني سوشيال ميديا، يعني الاثنين مرتبطين ببعض ارتباط وثيق. الناس بقت بجد يعني بتستقي مدى رضاها عن نفسها من كم اللايكس، من كم التعليقات اللي موجوده على صوره او على بوست او 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 على حاجه كاتبينها. بجد بقت يعني بتثق الثقه بالنفس، الثقه بالنفس دي بقت بتتاخد من كم اللايكس، من كم الشيرز، من كم التعليقات. بقينا حتى بنبص على حياه بعض بشكل مبالغ فيه، وبقينا على طول بنقارن، وبقينا على طول حاطين حياتنا في مقارنه مع حياه ناس تانية اصلا ممكن ما تكونش حقيقيه. لو بصيت بقى على ده بينطبق، ده يعني بيؤثر ازاي على حتى الصحه النفسيه. احنا طول الوقت ما عندناش رضا، طول الوقت حاسين ان في حاجه ناقصه، طول الوقت حاسين انه احنا ايه ده، احنا في حاجات كتير قوي ناقصانا. ففعلا الموبايل يمكن احنا بنتعامل على انه جهاز في ايدينا وبيسهل لنا الدنيا، لا بجد هو ليه بيؤثر على حتى الصحه النفسيه بشكل كبير جدا، على سلوكياتنا احنا شخصيا بشكل كبير جدا. لو نفتكر زمان مع بعض يا شاذلي، قبل السوشيال ميديا، قبل الموبايل، وقبل الحاجات دي، الناس كلها ما كانش حد يعني يعرف تفاصيل حياه حد بالشكل الكبير قوي ده الا لو اتقالت، لو حد عايز صحيح. يقولها هو بنفسه. بقينا دلوقتي داخلين في حياه بعض بشكل مبالغ فيه، حتى يمكن التعليقات بقت بايخه جدا للناس حتى اللي على السوشيال ميديا. فبقى زي ما ليه مميزات حقيقه ليه عيوب، وليه عيوب قاتله. صحيح. وعشان كده يا جمانة بينصحونا يعني عشان نبعد شويه عن الموبايل، وبعض الخبراء والمختصين بيقولوا ان احنا ممكن نتبع بعض الحاجات البسيطه ممكن تساعدنا في اننا نبعد عن الموبايل. متعود ان الموبايل تحطه جنبك قبل ما تنام، لا، حط الموبايل بعيد عنك وسيب الموبايل قبل ما تنام بساعه مثلا. ما تصحاش من النوم اول حاجه تمسكها هي الموبايل، ما تعتمدش على المنبه بتاع الموبايل، لان اعتمادك على المنبه بتاعك برضه مخليك ماسك الموبايل وبتظبطه في اخر وقت، فهتحطه جنبك وانت نايم اول حاجه هتقوم تمسك الموبايل. بيقولوا يعني نعتمد مره تانية على المنبهات القديمه بتاعت زمان، فاكراها دي؟ طبعا. اللي كان يرن يجيب تهتك في طبله الاذن الوسطى، كان يرن يصحي الجيران. وبسكوتش، انت مصحى وبسكوتش. ما بسكوتش ويفضل يرن. فالحاله تنزل. هتنزل يعني هتنزل. فدي حاجه من ضمن الحاجات. كمان نحاول نشوف مجموعه من او يعني يبقى محاطين بالاشخاص اللي هم كمان عندهم نفس المشكله وعايزين يتعالجوا منها، يعني خلاص، لان احنا قلنا ان ده مرض، الخوف من فقد الموبايل او ترك الموبايل. نتفق كلنا مع بعض ان احنا هنسيب الموبايلات في وقت معين، 5 دقائق في الساعه، 5 دقائق كل ساعه، يعني تصحي 16 ساعه مثلا في اليوم، في 5 دقائق يعني مفيش ساعه وشويه في اليوم كله، مش بتكلم في فبيقولوا يعني ان انت تمسك الموبايل لمده 5 دقائق. على كل، احنا في انتظار راي حضراتكم وتعليقاتكم على سؤال الحلقه. الموبايل مهم بكل تاكيد، ولكن التعلق بالموبايل احيانا بيكون مرض وبيخسرنا كتير. قبل بقى برضو انا محتاجه اعرف خسرك ايه، بس تاني نتكلم واقول خسرنا ايه، ما خسرك ايه؟ طبيعي انا خسرت طبعا من، بس زي الناس، خسرت من وقت البيت بصراحه، يعني وقت البيت، الوقت اللي بمسك فيه الموبايل كان المفروض ده يكون بتاع البيت، بتاع بنتي، ان انا اقعد اتكلم معاها، بقعد اتكلم معاها، بس برضو بقعد اتكلم معاها نص ساعه، لا المفروض اقعد اتكلم معاها ساعه. فدي من الحاجات اللي مضايقاني بالمناسبه، وانا من الناس اللي عندي نفس المرض ده. فهنشوف النهارده يكون معانا فقط. انت قلت لي ان هي اتضايقت منك على فكره. طبعا اكتر من مره تقولي سيب الموبايل، سيب الموبايل واقعد اتكلم معايا. فدي حاجه انا فعلا مضايقاني، اوقات بتيجي في وقت بكون بشتغل، واوقات بتيجي في وقت بكون ماسك الموبايل عادي يعني. فساعات بسيب الموبايل، مش هكذب يعني، ساعات بسيب الموبايل وساعات لا. لكن النهارده احنا معانا فقره هنتكلموا عن الموضوع ده، وان شاء الله اخد النصيحه يعني واخد الروشتة وامشي نمشي عليها كلنا بقى ان شاء الله. على اي حال ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، اكيد مستنيين اجابات حضراتكم وتعليقات حضراتكم. دلوقتي خلينا نروح ونشوف كده الناس هتقول ايه ومشاركات عامله ازاي. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.